أهلا بكم في الدرس الأول وهذه المقدمة التي سوف تكون تمهيدا لدورتنا الجديدة نسعى من خلالها للقيام بتطوير وبناء لعبة شهيرة تضاف إلى الدورات الكثيرة التي قمنا بإنشائها في هذا الصدد، والغاية الأساسية هي توسيع المكتسبات البرمجية وأيضا تعميق وتعزيز طريقة التفكير البرمجية المنهجية بالإضافة إلى تعلم مختلف التقنيات الجديدة. وهذه اللعبة التي سوف نقوم بتصميمها في هذه الدورة هي الباكمان، ولعبة الباكمان هي من أشهر الألعاب التي تم تطويرها وتصميمها في الحقبة الأولى، والتي أيضا توجد في الأركيد وما زال تطويرها وإنشاؤها حتى على الأجهزة الجديدة، ونرى النسخ الكثيرة منها. فإذا قمنا مثلا بالاستعلام عنها نرى هنا هذه اللعبة التي إذا قمنا بالاطلاع على الويكيبيديا نرى كيف تم إنشاؤها في عام 1980 وآخر إصدار لها في عام 2022، ففعليا يتم إنشاؤها بشكل مستمر. وهذه اللعبة إذا قمنا بالاطلاع عليها بالذهاب إلى الصور أعتقد جميعكم لعب هذه اللعبة مسبقا، وسوف تكون مثالا عمليا ولعبة مناسبة جدا للقيام بتطويرها باستخدام لغة البرمجة. وفعليا اللغة التي سوف نقوم باستخدامها هي لغة الجافا على النت بينز بشكل مشابه لما قلنا به سابقا. فإذا قمنا هنا بالاطلاع على مختلف النسخ التي توجد بكثرة، فمثلا بهذا الشكل التقليدي تمام، بحيث إذا تم التصادم من قبل هذه الأشباح فسوف يموت اللاعب ونعود ونلعب من جديد. وهنا طبعا لدينا الكثير من النسخ إذا قمنا بالاطلاع بهذا الشكل تمام. حتى وإن شركة جوجل قامت بتطويرها، فنرى هنا كيف نستطيع القيام باللعب فيها بهذا الشكل، ونرى هي خفيفة فنستطيع القيام باستخدامها وتطويرها وذلك على لغة برمجة، طبعا ما أخذ مختلف التقنيات بعين الاعتبار. وأيضا إذا قلنا بالعودة إلى الحقبة الأولى من تطوير هذه الألعاب، فإذا قلنا مثلا نرى هنا كيف أيضا كانت موجودة ومشهورة على الجيل الأول من الألعاب بهذا الشكل. فدعونا نبدأ بتطويرها وذلك بدءا من الدرس القادم. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لليوم، أرجو أن يكون الدرس قد نال إعجابكم وألقاكم في الدرس التالي. سلام.